السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، عند الكثير وهم، دخلوا في وهم من جهة العين والحسد، فهم محسدون في أبنائهم وفي أرزاقهم وفي جمالهم وفي بيوتهم، هم عاديين لكن خيل إليهم. يا إخوة، من توكل على الله واستعان بالله وأتى بأذكار الصباح والمساء يتوكل على الله، ليس بصحيح. كل ما أخفق مخفق قال حسد، كل ما رسب طالب قال حسد، كل ما أفلس إنسان لم يعمل ولم يكدح ولم يجتهد قال حسد، كل ما يئس من الحياة وأصاب إحباط لسبب فشله وكسل قال عين، أصابته عين. ليش ما أصابت العين القواد والزعماء وأصابت الناجحين والمنجزين والمشاهير والممتازين؟ أصابته فقط. ليش ما أصابت الحسد الأمريكان والأوروبيين والصينيين واليابانيين اللي ذهبوا إلى الفضاء وجلسوا على سطح القمر؟ هذا وهم، والله أكثر وهم. تخلصوا من الوهم يا أحباب، توكلوا على الله وقولوا حسبنا.